كل هذا لم يكن ليكفي أبناء المهدية الذين ولدوا وترعرعوا فيها، فالأقدار ومعضلة الاحتكار والأسعار شاءت وأبت أن تعكر عليهم صفوة الحياة. احنا المهدية كنا معناش حتى خصاصة، لبس علينا الحوت ناخدوهم بالبحار يجيبونا، كل واحد يجيبوا الحوت للدار، الخضارة، الفلاحة، كنا لبس علينا، كنا دي الطماطم هذا كل كيها يجيبوه لنا، ما كناش نقضيو 5000 نعبي قفة. قديش هذا؟ تو يودي من 2000 وبرا 2000 قلبت الدنيا، وزيد دخلت كورونا، وزيد دخلت هذه الثورة. والله العظيم ماني حنوت عطرية سكرته، تو عندي 37 سنة خدمة تجارة سكرته، ما عادش فما خدمة، ما عادش فما حتى شيء، والسيب ولا والمغازات هذوما حلوا، عزيز حلوا قضاو علينا. ومش كداني برجع حوالت مسكره، والسلعه مثل ما السكر والزيت، واحد تصور انت مراه كبيره تشري دبوسه ب 9000، صغيره تشدها نهارين ثلاث ايام، ما عادش نقليو الحوت، ما عادش نقليو البطاطا، ما عادش حتى شيء. عيشه ولات والله العظيم والله.